يا استاذ رياض مش حنان، ايه موجودة. الحل؟ ان لازم يبقى فيه رقابه اداريه على الشركات اللي هي مسؤوله عن احتكار المحلين والفلاتر. المحلين بتصل بالشركات بيقول لي احنا بعتنا للشركه يعني في المسؤوله. شركات محتكره الفلاتر والمحلين وبتغلي اسعارها. أيوة يعني بتغلي اسعارها، والصيدليات بيبقى عندها محلين وبتقول لك مش عندي، مع ان سعر الازازه بعد ما كان ب 2 جنيه دلوقتي سعر الازازه في السوق سودا ب 30 جنيه. انا هقوم من المريض من على الجلسه اقول له انزل اشتري لي ازازه محلول ملح، مستحيل. هو قادر يمشي اصلا؟ مستحيل مستحيل. اذا انا مضطر ان انا اشتري من السوق السوداء، وكمان حاليا مش متواجده. كمان مش موجوده. طب هل ممكن وزاره الصحه مثلا تدفع فرق الفلوس ده؟ وزاره الصحه الوزير يعني هي كانت بتدفع 140 جنيه دلوقتي تقولي خليها ل 200 جنيه. ل 200 جنيه زود 60 جنيه زود 60 جنيه يعني في 100 جنيه فرق دلوقتي. حضرتك زودت لي 60 جنيه بس حضرتك ما حلتليش الازمه، مش متوفر محاليل الملح اللي هي اساسيه لمرضى الكلى، الفلاتر بانواعها اسعارها مرتفعه جدا، الادويه لمرضى الكلى زي بقيه الانواع. طب هل الحاجات دي فعلا غليت؟ غليت طبعا. ولا هي ولا هم مرتفعه جدا؟ ما انت بتقولي لي محتكرين الفلاتر والمحاليل، هل هم مغليين في السعر وهم على حق؟ اللي هي مشكلتهم طيب ارتفاع الاسعار وارتفاع الدولار، احنا ما بنتكلمش في ارتفاع اسعار. طب حضرتك انا ماليش علاقه بيها، انا ليا ده انتاج محلي، ازازه محلول ملح، ايه الاستيراد اللي فيها؟ أيوة. ده انتاج محلي، حضرتك قفلت عطيت اوضه ان انت قفلت شركه كامله عشان طلبت دلوقتي متوجهين مين؟ وزير الصحه. وزير الصحه انا عايزه محلي الملح المراكز الخاصه. المراكز الخاصه، المراكز الخاصه مسؤوليه مين؟ اللي هي بتعالج وبتعمل الجلسات الغسيل الكلوي للمرضى اللي كانوا المفروض اصلا يروحوا تبع مستشفيات تابعه للحكومه، لكن عشان العدد مش كافي فبتلجأوا للمراكز الخاصه، فلازم ان احنا نساعدهم. تفتيش دائم عندي، بوفر لك الحاجه اللي هي اللازمه للمرضى من مستلزمات طبيه بس اسعارها مرتفعه. ايوه فحضرتك وبطالب ان انا بجدد ترخيص الوحده عندي سنويا. طب حضرتك فين الحاجات اللي انت بتعملها؟ انا بعمل لكم كل حاجه. عشان لازم اختم الفقره دي، وجهي طلبك اللي انت عايزه تقوليه لسياده وزير الصحه. انا بنشد بتناشدي وزير الصحه، بنشد وزير الصحه ان يوفر للمراكز الكلى الخاصه المحاليل اللازمه لمرضى الكلى والادويه اللازمه ومستلزمات الكلى، يوفرها ان شاء الله ان هو يخليها بحصه ثابته كل مرضى المراكز الخاصه نستلمها. نستلمها اجباري باسعار محدده. طيب نرجو الرد سريعا ارجوكم، لانه دول مرضى ما يستحملوش، يعني انا شايفاهم حتى حرام مش عارفين، يعني شكلهم فعلا تعبان جدا. ما هطل. انا بشكركم جدا. العلاج احنا ما بقناش ناخد علاج، والله ما بقناش ناخد علاج. مش لاقيين.